العربية اف ام. ان تعرف اكثر. معكم من العربية اف ام. معكم من العربية. من العربية اف ام. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث. موجز لأهم الأنباء من العربية اف ام يقدمه لكم بطرس موسى. يقدمه حسن جولد. يقدمه مين أقرأه علاء سرحان. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء يقدمه أحمد حسين. أن تعرف أكثر. معكم من العربية اف ام. معكم من العربية. معكم من العربية اف ام. من التاسعة والتسعون وخمسون دقيقة في استوديوهات العربية اف ام. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. معكم من العربية اف ام تنطلق الآن من العاشرة وحتى الحادي عشر صباحا بتوقيت السعودية مع العديد من الفقرات المتجددة والمتنوعة. سأصحبكم في هذه الفترة أنا حسن جوليد وأنقل لكم في بداية هذه الفترة تحيات كل فريق عمل العربية FM أينما كنتم في الاستماع إلينا في أي مكان في العالم. كالعادة نبدأ هذه الفترة مستمعين الكرام بموجز لآخر وأهم الأخبار والذي حان موعده الآن. معكم من العربية FM. معكم من العربية. موجز لأهم الأنباء من العربية اف ام. العاشرة صباحا مستمعين الكرام وفي الموجز حتى اللحظة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعهد بعد لقائه قادة عسكريين برد قوي على الهجوم الكيماوي في سوريا ويتحدث عن خيارات عسكرية عدة مطروحة. الرئيسان الأمريكي والفرنسي يبحثان مجددا في مكالمة هاتفية بشأن سوريا هي الثانية بينهما في غضون يومين الهجوم الكيماوي ويتفقان على ضرورة الرد الدولي الحازم. مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي تدعو إلى التصويت اليوم على مشروع القرار الأمريكي لتحديد المسؤول عن الهجوم الكيماوي في سوريا وتقول إن بلادها ستتصرف سواء من خلال مجلس الأمن أو غيره. روسيا تحذر من تداعيات خطيرة إذا تعرضت سوريا لضربة عسكرية غربية وتصر على أن لا أدلة على حدوث هجوم كيماوي. مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري يتهم الدول الغربية بالكذب منذ سنوات ويبدي استعداد النظام لاستقبال لجنة تقصي حقائق بشأن هجوم دوما الكيماوي. المرصد السوري لحقوق الإنسان يتحدث عن استنفار واسع للنظام وحلفائه شمل المطارات العسكرية والقصر الجمهوري والمواقع الروسية وسط أنباء عن إخلاء النظام مواقع في دير الزور. ما زلتم في الاستماع إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأخبار من العربية اف ام. مقتل 19 مدنيا على الأقل وإصابة العشرات بجروح جراء انفجار غامض في مبنى سكني بمحافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة شمال سوريا. الجيش اليمني يطلق عملية عسكرية لاستكمال تحرير ميدي في حجة ومعارك عنيفة بين الجيش والميليشيات لليوم الثاني على التوالي. الرئيس الإيراني حسن روحاني يهدد الولايات المتحدة بأنها ستندم إذا انتهكت الاتفاق النووي وبأن الرد سيكون أكثر مما تتوقعه واشنطن وفي أقل من أسبوع على حد قوله.
وفي الخبر الأخير، بريطانيا تعرب عن ثقتها بقدرة الشعب الليبي على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ومفوضية الانتخابات الليبية تعلن أن عدد الناخبين المسجلين لديها تخطى 2,000,000. كانت هذه مستمعين الكرام أبرز الأخبار حتى اللحظة في هذا الموجز. نتوقف الآن مع فاصل قصير، نواصل من بعده معكم هذه الفترة معكم من العربية FM. موجز لأهم الأنباء من العربية FM. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة في قلب الحدث أينما تكونون. العربية FM معك في كل مكان، معكم من العربية FM، معكم من العربية FM. من العربية.